السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيفو. في البداية وش نقولوا اللهم صلي وسلم على حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفوا كما راكم تشوفوا هذا المتبقي من حفلة سيفو. المهم سيفو طاح شوية هذيك الإيه طاحت شوية سيفو. المهم وش نقول قاعده اليوم والله غير قاعده صانو حتى خدمه انا نخدم. شوفوا الزربيه هزيتها ها كنت نغسل فيها كل شيء باش نحط الثانيه مازال. وليدي يلعب ويجيب لي في الحوايج ويطيش ويدير ايا بصحته راهو في دار مبينته. يلعب ويزيد ويوسخ ويزيد المهم يكبر هو المفيد كما تاع هذاك الاشهار هذاك. شوفوا راح نقول لكم حاجه، الترتيب تاع الدار ماشي لازم. شوفوا راني كنت نداوي في الدواء الاحمر، الترتيب تاع الدار ماشي لازم تبقى مرتبه مستيكيه على حساب اولادنا. يقول لك المختصين ولا في الطفوله وفي التربيه وفي كل شيء، يقول لك الدار اللي فيها طفل يعني على الاقل طفل وتلقاها دائما منظمه ودائما مستيكيه ودائما ما فيهاش غلطه ودائما ما فيهاش يعني الدنيا مكركبه وما فيهاش اللعب مرميين كما تاع بني هكا، وما فيهاش يجيب لك كاس كيما هكا ويجيب لي كيما انا مشطه تاع السيشوار ويجيب لي الحوايج ويلعب ويوسخ ويهز له سله تاع ويحطها لي هنايا كما راكم تشوفوا. يقول لك انه معناها كاين شيء مش طبيعي، كيفاش المنزل فيه اطفال وفي نفس الوقت مستيكي ومنظم؟ معناها حالتين، كاين حالتين او احتمالين، معناها الطفل هذا ماهوش طبيعي وما يلعب ما يدير ما والو وهذا ماهوش طبيعي. الشيء الثاني معناها انه الام تاعو حرمته وقامعته من كل شيء، حرمته وقامعته من كل شيء. فهمتوني كيف؟ يعني هذه حاجة ما هيش طبيعية. يعني حبيت ندور معاكم شوية في الدار ونهضر باش ما نكونوش ديما روتين وما تقولوش امسي في الدار مخبي عليا. شو الفوتو هذا صورته في جيجي بس ما خرجوها ليش مليحة نتاع وليدي. واش نقول لكم؟ قلت لكم انه معناها ما هوش حالة طبيعية، ما هيش حالة طبيعية انه الطفل يكون ما يطيش ما يدير ما والو. لا ماهيش حالة طبيعية، الحالة الطبيعية هي هذه. تلقى هذا مردس، هذا هنا يجيب لك اللعب تاعو، يجيب منه يجيب منه يجيب منه، هذه الحالة الطبيعية. ياكم داري اليوم عادية خلاص. المهم شوفوا وش حنقولكم؟ حنقولكم انه البساطة هي الأناقة. البساطة هي الأناقة. شوفوا المكان هذا او منجر كل شيء، هذا مكان كان تاع بريز وسكرته انا، هذا سكن وظيفي وقلت لكم قديم ومخرب وكل شيء. هنا بلاصه الفرن وين دير الفرن، هي نورمالمون بلاصه يعني هكا كوج تاعي يعني عدلتها ما خليهاش كيما هكا. المهم واش نقول لكم؟ نرجع للبوينت. قلت لكم الاطفال اللي ما يلعبوش ماهوش نورمال، والاطفال اللي ما يدوش حقهم من اللعب راهي حاله ماهيش طبيعيه. دوك نحاول ترى ندير لكم الضوء او ديك وهنايا الاضواء هكا تشعل وتطفى كل شيء. شافوا سيفو نسكروا الضوء، سكروا الضوء ماما. انا راح نسكروا الضوء شي. شوفوا ها كنا والراش والديكور اللي درناه سيفو. على سكرنا الضوء هكا عادي بان الديكور. شوفوا شوفوا النفخات هذو كم كانوا بزاف، وكل مرة تضرب بوحدة. شوفوا ها كاينة وحدة صفرا تضرب دقة، شتوها كي تخلي نتوما البالونات هذيك تخلوهم كل شيء ويضربوا. شوفوا هذيك من هي اللي كانت هنا راهي تفشت، هذه تفشت وحدها. شوفوا هنا ها سيفو، هذو ثاني تفشوا كانوا شوي كبار وبداو يذوبوا. هنا كان بزاف الركنة هذه أكثر من هيك كامل داوهم الأولاد وكل شيء. المهم هذا حفل بسيط يعني غير انا وراجلي ودار ناظر راه حفل تاع وليدي خدمناه. ها تشوف فيا بالدواء الاحمر نداوي فيه وكل شيء. المهم قلت لكم البساطه انه نعيشوا ببساطه ونعيشوا في هدوء ونعيشوا نخلو ولادنا يعيشوا، نخلو ولادنا يعيشوا. لو كان ما نخلوهمش يعيشوا حيكونوا عندهم عقده،
وكي يلعب في داره ويتمتع وذيك يخرج راهو عادي، يلقى اللعب مثال عند الناس عادي لانه شبعان، يبقى اللعب عادي ما يقعدش محرام. ماشي انا لازم الصالون تاعي ديما مسكره ومستيكيه ونخليها كما نقولوا حنا غير للضيف، هذاك الضيف ممكن من العام للعام، ايه ماما من العام للعام باش يجي، وانا نخلي له الصالون وما نخلي ما نتمتع فيها لنا لاولادي لا والو، مش نورمال هذا ولا لا لا. وبالتالي انه قلت لكم بك عيشوا ببساطه تمتعوا، انا نتمتع شو الصالون تاعي يعني موش صالون يعني باهي ولا انا صراحه شفت الميكرو هذا حابه نحيه خلاص لاني عندي ميكرو بورطابل مسحق غير لامبريمونت هذيك نخدم بها، حابه نحيه ما لقيناش بيع او راجلي ما يشتيش يبيع، ديما نقول له بيعوا ها ماما نحي هذا الخرده اللي راني نديها كامله، ماما خليني نهدر نحي هذه الخرده كامله وندير بصحه طابله تاع او قلق بدي دير بلاصة طابلة تاع ماكلة، فهمتوني هنا طابلة تاع ماكلة، وحبيت نبدل الصالون ندير تاع آل، لأنه في الركنة هذه اللي منا ما تقابلش الباب ندير آل تاع آل، وندير هنا كيما نقولو حنا طابلة تاع ماكلة، وندير طابلة وفرت هذا مكان هذا واش حندير؟ التيري نديرو منا، حنا كنا مدايرو منا هاهو راه بلاصة البريز تاعو، بصح دوكا قلت نديرو منا، والقعدة تولي منا على لانه خاطيه الناس، حنا علاه راني دايره القعده منا اغلبيتها منا لانه شوفوا مقابله الكليماتيزور، مقابله الكليماتيزور حنا كون ندير منا تعود في الصيف يعني في عز الصيف تعود لك سخونه، بالرغم من انه مازال وصالتي ساعات شوفوا نستيكيها نعدلها كل شيء نسكر، اما اليامات هذوك عاد بالمريض وكذا خليها تجي تمتع بالديكور تاعو حتى يتفلقوا كامل ويروحوا كامل شي ناحيه، خلي وليدي يتمتع خلي من الناس اللي يجوا خلي من سكرها ما عارف لا يجوا ولا ما يجوش، خير من كورونا الوقت اللي رانا فيه نقصت يعني الضياف وكذا، يعني احنا نتمتعوا في ديارنا كاين ضياف ما كان شوفوا نتمتعوا في ديارنا، هذا هو الفيديو تاع اليوم، تمتعوا خياتي تمتعوا في دياركم تمتعوا بالشيء القليل اللي عندكم، انا كون تجي وحده تقول لي اه هذا دي مودي وهذا كذا، شوفوا هذا من جهه من ورد وهذا من بوكي تاع ورد وهذا من بوكي تاع ورد، شوي 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 درت منه بوكي ودرت منه زينت منه الدار تاعي، هذه الفازه هذه يا حسره راهي عندها اكثر من 30 من 40 سنه، هذه تاع جوزتي ربي يرحمها اللي ما نعرفهاش خلاص، كي تزوجت قال لي راجلي هذه استحضيني بها بزاف راهي تاع امه تاع امه ربي يرحمها، وانا مستحضه بها ودرت لها البركه كما نقولوا حنا تاع امه كي يشوفها يفرح وكذا، هو كما نقولوا حنا عاشيتين وكذا مع الام تاعو توفات وهو صغير خليتها له ودرت له يعني خاطر فهمتوا، يعني حوايج كيما هكا راهي عندها معنى عندها معنى، نعيشوا حياتنا عيشوا الموت عليكم ونشتيكم نشتيكم نشتيكم كيما الضوا واللي يبرقوا هذا والله غير نشتيكم، اقترحوا عليا مواضيع نديرها لكم، راني في انتظار المواضيع تقترحوها، قول لهم ديروا لايك 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 دي صفارة صفر مامي ودي له اها صفر مدي ما حبتش مش مدخل فيها حاجة ولا عادل عادل، قلت لكم ديروا لايك كما قلت لكم سيفو ديروا لايك ديروا لايك واقترحوا عليا اي مواضيع تواصلوا معايا تواصلوا معايا وكذا ونحبكم او سيفو ولا غير نحبكم، وراني بط نوجد باش نعود ندير لكم اللايفات نوجد في الاضاءه ونوجد في اللعب. يعني هكا تصوير مليح وكل شيء هكا باش نعود ندير لكم لايفات باذن الله، واللايف هذا حيكون بسيط وشنو الكاليتي باك تاع الصوره باش تكون مليحه لانه البث المباشر لازم انترنت قويه ولازم إضاءة وصورة لأنه ماشي كيما الفيديو اللي يعني نحطه لكم مشكل، هذا مكان في ميزان حسناتكم ونحبكم نحبكم نحبكم، سلام.